بس ما كنتش متصور ابدا ان كان انا للدرجه دي. ما انا كمان عندي طموح، طموحي ان اكون سعيد وراضي. اسكت، بقول لك اسكت. اكلمني يا ابو ولا مكتوب؟ لو مهمة عندك فعلا تقفلي باب التعامل مع الراجل ده خالص. مش حقيقي مريم خانتك. تنكر انك حلمت تقتل الناس اللي كتير؟ يا سهر الليالي، يا حلوة على بالي، غني غني يا للطرق. ممكن زي ما جيت معاك عزومة صحابك تيجي معايا عزومة حياة المهدي كده؟ اوكي.